استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر قضيبية صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء أشاد سموهما بالنتائج الإيجابية التي أظهرتها المؤشرات التي عرضت خلال الملتقى الحكومي 2019 والتي أكدت مدى التقدم الذي تشهده مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مختلف قطاعات التنمية. وجسدت مدى حرص الحكومة على تعزيز الثقة في الخدمة الحكومية وتجديد العزم لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير مقومات جودة الحياة لهم. شدد سموهما على أن ما أنجزته مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية من نجاحات يشكل حافزا نحو بذل مزيد من الجهود التي ترتقي بمسيرة التنمية المستدامة في المملكة وفق برامج واستراتيجيات تتواكب مع متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل. أكد سموهما أن الملتقى الحكومي 2019 أسهم في تعزيز روح التفاؤل من خلال ما تم استعراضه من جهود لتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وهو ما يزيد من حجم التصميم والتحدي على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي احتياجات المواطنين. أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد عن خالص شكره لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية والتي شاركت في الملتقى على ما أبدته من روح التعاون والتميز في استعراض ما تحقق من نجاحات. كما توجه سموهما بالشكر إلى القائمين على تنظيم الملتقى على جهودهم في خروج الملتقى بهذا المستوى المتميز والذي يليق بمملكة البحرين وما حققته من نهضة وتقدم في كافة القطاعات. وتطرق سموهما خلال اللقاء إلى مشاركات مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ومن بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما لهذه المشاركات من أهمية في إبراز ما قطعته المملكة من خطوات على صعيد التنمية المستدامة وما حققته من قصص نجاح في هذا المجال.